الى قلبك قسى وحسيت الحاله بدات روح للسبيطار تحت المستشفى روح شوف اللي راه معلق ب 70 تيو في جسمه واحد منا واحد منا واحد منا واحد منا والماشينه هذيك انا ما نفهمش الطب شفت الماشينه هذيك هو دايره له تعرف واش تسوى وراه كاين واحد التاج فوق راسك انت برك ماكش شايفه تعرف شكون يشوفه كي تروح للمريض يشوف التاج اللي راك لابسه الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى هذه الأولى والثانية اش قبل ما يدفن الميت اوقف على القبر وشوفه هكذا يا لطيف هنا يحطوني كفين تقلب وانا 190 وانا سمين وانا عريض وكيفاش يصرالي ويحطوا اللبن هي الضالات هذه وبعد يرزموا التراب وبعد يروحوا وبعد شكون بيا ثم قلبك واش يصرالو يطرى إلين كاين حاجه واحده اخرى قالوا يا رسول الله اشعر بقسوه في قلبي قال امسح راس اليتيم وطعم المسكين اليتيم كي تلقاه شحن على راسه وطعم المسكين واش يصرى قلبك إلين يطرى ما يقعدش قاسيك الحجر وربي عاب علينا في القرآن قال ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وقتا قال عبد الله بن مسعود 4 سنين نزلت هذا يا ربي امتحنا بها عندها 4 سنين اللي نزلت علينا ربي امتحنا بها الآن احنا عندنا 15 قرن اللي نزلت علينا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله والموطن الثالث شوف الموطن الثالث الله أكبر دخلنا في الصلاة تكبيرة الإحرام تلبسنا بها بالعبادة هذه قلبك هنا يحضر ولا لا يحضر علما باللي احنا عندنا واحد متبعنا بالليل والنهار وفي السفر وفي الإقامة وين نروحوا يتبع فينا باه يفسد علينا ماشي الدنيا يفسد علينا ديننا وراح نقول واحد التعبير مانيش عارف لا يجوز ولا ما في العمل الصالح يدير لنا براش في الطريق ويحبسنا عن ذلك العمل لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ولا أتينهم عن أيمانهم عن شمائلهم لا تجدوا أكثرهم شاكرين الشيطان احنا شوفوا كلوا لاباس احنا نقولوا الله أكبر تبدا 70 حاجة تظهر في رسالنا ولهذا ربي المعلق الفلاح بماذا؟ حلقه بالخشوع قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم شوف انت عندك موعد مع شيخ عز الدين على 6 نسيته قلت تفكروا الله اكبر سبحانك الحمد لله قلت شيخ عز الدين جيك على 6 وما جيتوش هو يقول ولا الضالين هو يقول فيها شوف دوكا يسلم فيا الشيخ دوك لازم نسلم نرفدلو الهاتف وهو يصلي ادعو قلبك كاين واحد الامام اسمه الامام ابن الجوزي ماشي ابن الجوزيه ابن القيم ابن الجوزي ابو الفارض الاصبهاني يصف حال المصلي في صلاته يقول فاذا كبر قال تكبير الاحرام قال هو حاضر في محرابه في المحراب مكان حاضر في محرابه بجسده يسرح في بلاد الغفله بقلبه وصح احنا هذا امر الخشوع وهي قد ما تقلل المعاصي قد ما تهز النسبه تاع الخشوع قد ما تقلل منا ربي يهز منا اذا تهزت منا ربي يهبط منا معادله اذا قللنا من الحرام قللنا من الهضره ياسر وقللنا من النظر وقللنا من السمع وقللنا من التشويش والامور اللي تسمط علينا الحوال من هذه الجهه ربي يهز لنا الحاله نولوا نقراو ونقولوا نخشعوا ونتدبروا ونفهموا كلام الله سبحانه تبارك وتعالى